بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى آله وصحبه وسلم على محكمتك ومداد كلماتك كل ما ذاك وتذاكرون وعفا عني ذكرك الغافلون وسلم لك الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل ولا أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا نموت عليها وبها نعتم إن شاء الله من الآمن الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله
الحمد يوفينا يا عهو القوفي وزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم ببركة خاتم القرآن العظيم. وبحال حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بتلاوات القرآن وزين أخلاقنا وحسن أعمالنا بذكر القرآن. اللهم اهدنا ويسر أمورنا وحصر مقاصدنا واقض حاجاتنا واشف جميع أسقامنا وتمم آمالنا بحرمة خاتم القرآن. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار واجعل حجة لنا حجة علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا ربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذك من سخطك والنار. اللهم أنزل الرحمة والصحة والأمانة وعلى أهل هذا البيت وعلى أهل هذا الحاضرين رحمة دامة مستمرة تقوم على من الأيام والأيام بشفاعة سيد الأنام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعفة في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا